هو ليه جد كده؟ هيو اهلا بكم في فيديو جديد ومختلف، والمره دي مختلف عشان انا النهارده هشتغل جرسون في مطعم. وعشان التجربه دي مجنونه ومحتاج حد معايا مطرقع، فمعايا امان صبحي. لا ده لو جاهزه للتجربه؟ لا يلا بينا. بس الاول لازم نلبس هدوم الشغل. مريالتي فيها جيب، ما انا هشيلها برضه. بس يلا بقول لك ايه، انا عايز المدير يبص مني وعايز منه هو اي يديني خمسينات، انا عايز اكسب بكل الجوانب. تعالى تعالى تعالى. عرفت هتشتغل ايه الاول؟ انا عايز تاكل ايه؟ طب عارف احنا مطعم ايه؟ معايا المنيو. الستاف كله عندنا مهم ان هو يمشي الناس مبسوطين باقصى درجه. انت الواجهه بتاعتنا في المكان، عامل لهم مساج عادي؟ يا ريت. زي ما قلت لكم ان اهم حاجه عندنا الزباين يكونوا مبسوطين. تعملوا ايه؟ يلا بينا نشتغل الشغل. جاهزه؟ جاهزه. هناخد كل الطلبات. ايوه. هنغطي زحمه العشاء. هنعمل ايه يا كريم؟ بقالنا 3 دقايق مفيش زبون واحد دخل المطعم. ده يعني ده اول يوم هنا في الشغل. افرجها من عندك يا رب. يا شفنا فقر ولا ايه؟ لا فاهميني، ما تعكنيش، فاهميني كاتولي. ادي اكس، ادي او، وهو اكس، وادي واحده او. فاشل اكس. الزبائن دول بتوعي، اقسم بالله. ابدا الزبائن ده احنا لسه ساعه استفتاح، لسه ساعه استفتاح. ده انت خدت المريال اللي فيها جيب، انت خدت المريال اللي فيها ستايلي ستايل. طب هقول لك على حاجه، انا اخد الراجل وانت تاخدي الست. ماشي يلا بينا. اسكوزو موا، هاجي اتفرجت على مين بتاعه؟ تمام. طيب اتفضل اللي انت عايزه، انا تحت امرك. في حد مع المدام؟ لا ما هي المدام معاها، هي انت معايا انا. بص معلش، هو انا اول يوم هنا مش حافظ المنيو بصراحه، فبس هو تقريبا يعني الاكل اسكندراني هي محافظات. في سندوتشات طشه اهي، اكيد حلوه بدل مسمينا على اسم المحل. ماشي، ممكن اخد سندوتش بط؟ سندوتش بط؟ في سندوتش بط والله. بقول لك ايه، هو في سندوتشات بط؟ اه. سندوتش صدر رومي ده عندك في المنيو؟ اه. كولا دايت؟ كولا دايت. اه. بس. عايز حاجه تانية مع الاوردر؟ ممكن بس معلش انا اسف، ممكن تمدي لي هنا سكار وبتاع؟ انا مديلك؟ اه اه. انا مشهور قوي كده؟ ده انت زبون المحل. وانا اول مره اجي والله، وانا اول مره اشتغل هنا. سلك لي. تسلم ايدك، شكرا. ممكن امدي لك كمان؟ ممكن معاك؟ تبعك؟ اه انا مدام. ماشي ماشي، اتفضل. انا اسف. لا معلش، انت معاكي حد تاني؟ ما خلاش. اه انا اسف معلش. تمام. نص مسافه السكه. هتقول لي كده، عايزه واحد فرخه، واحد لحمه، واحد كتب مشروم، سلطه، وورق. وورق عنب. طب مثلا لو اخدت كرنب معايا؟ فراخ. لا مش عايزه. كله ضايق. لا كله ضايق. لا مش عارفه ممكن يا ستي. ده راجل عكاكه طالب بط وسكر ورومي وفراخ. انا مش هجيب الحاجات دي. جيبوا تشكيله على اكله اليوم. اتنين اكله اليوم. بقول لك ايه، انا مش هستنى، انا بجري على اكل عيشي. انا هوقف الناس في الشارع اقدم لهم طلبات وعروض عمرهم ما يرفضوها. يلا يا ابني نجري على اكل عيشنا. مساء الفل يا جمال. عاملين النهارده تشكيله اكل تحفه التحفه. بتحب تاكل ايه؟ قول لي انت نفسك في ايه. لو انت مثلا بتحب الاكل الاسكندراني، البدوي، الفلاح، قول لي بس. امسك كده، امسك الاوردر. اكل ايه؟ تاكل ايه؟ قول لي دلوقتي. قول له اه اه. على ما تخش هتلاقي الاكل جه. هقول لك على حاجه، عامل لك عرض 50%. ماشي 50%، تطلب اللي انت عايزه. هجيب صديقي ده. طب تعالى اتصل بيه. والله ما بهزر يا عم. اسمع بس، هستناك. طب امدي لي هنا ان انت جاي، اقرار ان انت جاي. والله انا عامل لك عرض 50%. ماشي مستنيك والله. لو ما جيتش انا معايا رقم بطاقتك. اقسم لي بالله ان هو هيجي. طب
شدي بقى ورينا هتعملي ايه. لسه بنتخانق مع بعض دلوقتي. بقول لك ايه، عاملين لك عرض. الخي نظره على المنيو، امسك كده. هتاكل ايه؟ يلا قول لي. هتاكل ايه؟ لا حبيبي. طب اقول لك على حاجه يا عم، اقول لك على حاجه. عاملين لك عرض 50%. عرض، اسمع مني، عرض 50%. هاجيلكم تاني. هاجيلكم يوم ايه؟ طيب طب اكتب لي هنا ان انت هتيجي يوم الاحد الساعه 3. امضي لي بعد اذنك. اتفضل، هتيجي معايا. خطك حلو قوي. رقع ده عايز تطلع لنا الصاروخ ده كبير. ايه ده؟ ايه ايه ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده بايظ يا باشا. واحد تاني. هنفتتح مطعم طشه. ألف مبروك الافتتاح حبيب. هنستناكم يوم الحد الساعة 3. هستناك يا عمر، انت وهيثم وعبد الحليم. والله عامل لك عرض 50% جدعانة مني. المدير لو عرف هيفش. ايوه الاك سنة اصبر. الناس مستنية الاكل. الاكل، الاكل وصل. النبي بس بقى البتاع ده عشان انزل. خد مني، خد مني معلش. الله يخليك. خده بالبتاع على طول. لا لا، الزبون ده، الزبون ده قصد. تقولوا بأي حاجة تانية يا فندم؟ هو ده مش أكل. لا تم. ايه ده؟ ايه الأكل ده قصد؟ أنا أكل مجاش أصلا. مش ده اللي احنا طالبينه. انا قلت بصراحه ان انت بتطلب كده يعني ايه روشانه؟ ما حدش بيطلب سندوتشات بط وسندوتشات صدور رومي وبانيه شاورما بتجيبه على مزاجكم. احنا مش مزاجنا. طب ما دي بالله عليك ما نفسكش في كبسه؟ بالله عليك ما نفسكش في مجرس. بس الاكل شكله انت لسه يا بنت. ده رز معمر. اقسم بالله وحشني وحشني. الله يعزك والله. هاجي اتفضل. اقسم بالله الكبسه دي. اتفضل اتفضل. عايز اي حاجه تانية؟ لا 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 حبيبي والله. عايز اجيب حاجه تانية من جوه. انا هجيب كربوز زياده. طب بالله عليك دوق. والله انا في الدوق. كل يا واد كل. شكرا شكرا. محتاجين اي حاجه تانية؟ ممكن بس بيبسي. بيبسي دايت ولا بيبسي دايت؟ دايت. طب انت وهي اهو. هاي ام هيز ترانسليتر. Yes, for the night. ده كوسكوسي. This is couscous, you know. You order this. وده عيش، عيش ربنا عادي. This is a bread from God. بس كده خلاص. أمال أنت فاكر إيه؟ وده المشروب الرسمي، المشروب الأخضر، المشروب الجميل بتاع دولتنا العظيمة. This is the officially soap for in Egypt. You know everything. Perfect. Excuse me. وهنا كان لازم ندخل. I'm sorry. باي 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 باي. انا كنت داخل والله، كنت داخل اقول له ايه يو كان تيك ات فروم مي. فانا مش هعمل حاجه، انا مش انا لو اتحركت هيقع. فانا لسه بقول له على فكره انا احس ان هم اجانب وكانوا مبسوطين بالشو. قلت اعمل لهم شو بقى متكامل. اخضهم. شفت مثلا بتاع الايس كريم التركي يديك البوله بعد كده تلاقي ما فيهاش الايس كريم فتتخض. شيف بوراك مثلا بيجي الصينيه كده يروح ايه اما انا قاصد يا باشا. هو انا في حد يعمل عبط ده وحد ما ممروك زيي؟ معلش يا عمرو احنا اسفين اخر مره والله. لا 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 والله العظيم اخر مره. خليه بس يخش يكمل شغله وياخد يومته بتاعته. مش ما انا عينته عشان هو شكله غلبان بس يعني ينفع كده. معلش يا عمرو ولا بس اخر مره. اخر مره عارفه عراسك. بقول لك ايه، اتكلم الماني. اكلمهم الماني؟ لا مش عايزك تتكلم الماني، انا عايزك تنزل زي الصح. يلا انا كنت هقول له خدها مني والله. ما شكلك بقى متكلمش. اتفضل والله اتفضل استريح. اسم حضرتك ايه؟ سوبر ماركت. اتفضل اتفضل. افتح له الكرسي، افتح له الكرسي، افتح له الكرسي. اتغديت؟ اتغديت يا مريم؟ لا ده ما بنقولش كده يعني. صح صح. اطلب واتمنى. انا اعتذر بقى والله. ماشي اتفضل براحتك خالص. براحتك اجي لك كمان نص ساعه. طب انت مش عايزنا نقترح لك؟ ماشي. زي ما عملت جنبه مثلا لحوم يعني على كل حاجه. اطلب ايه؟ نضرب رز معمر. رز معمر مع ورق عنب. اي حاجه تاني؟ نزلوا له الويلكم درينك. انا معاه هنا ما تقلقش لو احتاج حاجه. هو ايه الويلكم درينك يا كريم؟ شوف اسالي جوه لو في. اوكي. حبيبي والله انت عامل ايه بقى؟ ماشي انا بتغدى جنبك هنا. بالله عليك لو عوزت اي حاجه اديني واحده هبهب بس. ايه طب ماريو معلش والنبي اكلك جهز اهو. معلش بس عشان احنا ساعه غدا وبتاع.
حبيبي انت مش غريب، المدير قال لنا حاسسين ان هو في بيته. ألف هنا يا ألف هنا حبيبي ألف هنا. حاسس ان انت في بيتك؟ المدير اكيد مبسوط مني جدا. بس بقول لك ايه، عايز نسيبه لوحده كده، تعالى نحس ان هو في بيته اكتر. يلا بينا، تعال تعال وسع وسع. وعليكم السلام. يا جاب انزل بقى تحت شويه، انزل تحت شويه. في ايه تحت؟ في بقى لحمه بقى. الله الله الله، ايه لحمه؟ انت عرفت منين الكلام ده؟ انت بتشتغل هنا انت؟ معلش والله انا لسه ما اعرفش. يا هقوم اجيب لك ميه. اتفضل يا باشا اتفضل، دي هديه كومبريمو من المحل. ايه ده، هو حضرتك ليه ما اكلتيش الرز؟ مش عايزه. ليه؟ هو ايه اللي مش عايزه؟ لازم تخلصي طلبك. ناديلها المدير من جوه ويخليه يجيب الخرزانه. الشيف بيزعل والله، الشيف بيزعل. شوف الناس مالها يا كريمه، تاكل الرز. تاكل الرز، شوف مراتك ليه مش راضيه تاكل الرز. مال الرز؟ يمكن يكون ناقص المساج. بالظبط، لازم الزبون يبقى مرتاح وهو بياكل. اهم حاجه تبقى مرتاح وانت بتاكل. هجيب لك المدير تقول له كلمتين كده عني. روقني. ها، هجيبه دلوقتي. هندسه، في زبون انا ما اعرفوش جاي عايز يقول لك حاجه. المساج طعمه حلو قوي، اللحمه طعمها. انت واقف كده ولا ليك شغله ولا مشغله، قاعد بس تتكلم مع الزباين. خلاص اكل عجبك؟ تمام جدا. والله انا بس عايز اطلب الحساب بعد اذنك. لا حساب، مفيش من الطيبين حساب. والله العظيم إيه، ده كفايه انك شرفتني. بتقول لك الحساب او بتقول لها الحساب؟ بالظبط. اهم حاجه الخدمه، اهم حاجه ببساطة. انا ببساطة جدا. بس خلاص، بس احنا كده عملنا المهم. نورتنا والله يا استاذ ماريو. يعني انتوا بتضحكوا؟ سوري، كنت باخد الاوردر. اتفضل يا استاذ ماريو، مع السلامه. باي باي يا ماريو. طيب قوي ماريو. هو فين الحساب؟ حساب ايه؟ هو ما دفعش حساب الاكل. انت مش قلت اهم حاجه الزبون يبقى مبسوط؟ هو كده بقى مبسوط؟ ده اول ما عرف ان هو مش هيحاسب طار من الفرحه والله. هات يلا. ايه 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 ايه، ما انا فاهم. يلا يا عمي من هنا. يلا هات هات المريال، هات الاهرام. يلا من هنا. يلا خسرت الزبون. يلا يلا من هنا. يلا من هنا. امشي امشي من هنا. يلا ما اشوفش وشكوا هنا تاني. وفي النهاية حبيت أوصل لكم إن أكل العيش صعب والشغل عمره ما يقلل من صحته، فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية، فأشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. انا جوعت برضو، مش عارف الشغلانه. هم مش هياكلونا حاجه في الليله دي؟ انا جاي عشان اعرف ان اللي في المطعم بياكل ببلاش. عايزك بس ايه تكتب كلمتين شكر كده فيا للمطعم، في المطعم بس. ايه يعني اشكر فيها بس ما تجيبهاش دايركت، هاتها في المطعم عشان اوريها للمدير بس. طب لما ياكل الاول. ماشي ماشي، على ما الاكل يجي له. هو قال لي حاسسهم ان انت في بيتك. لو عايزين تلعبوا اكس او برضو معانا واحده جوه اسمها امان، ما اعرفش انت عندك يوتيوب ولا لا. تحفه في الاكس او، ممكن تيجي تلعب المدام، ممكن انا العبك تلعب استيميشن، احنا الاربعه. انا عايزك تحس ان انت في بيتك، ومش بيتك الثاني، بيتك الاولاني. انا اسف لو بتفتف، اشوفك مخضوض كده. في حاجه طاقي الاكل بريفكتو، انا ضايق بنفسي من جوه في المطبخ. زمان بيستو فرجة من عندك يا رب. الو السلام عليكم، تحب تاكل؟ صباح الفل. النهارده يا باشا عاملين عرض، لو حابب تاكل حاجه هعمل لك اوفر هايل جدا. تحب تشوف المنيو؟ طب ممكن تجرب حاجه ببلاش لو ما عجبتكش، ولو عجبتك اي حاجه تعالى بس. طب اعمل منظر. خلاص ماشي قشطه حبيبي. تحب تاكل؟ طب ما تاكل يا حبيبتي، عندنا ويندوز.